بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. عاش ليبيا حرة، عاش فبراير المجيدة، والمجد والخلود للشهداء، شهداء 17 فبراير. وتحية لقناة التناصح اللي دائما سباقة في فبراير وفي كل الميادين وفي كل المناسبات. والله أكبر ولله الحمد. ما الذي يخليكم تحيوا في هذه الذكرى؟ هذه الذكرى تتذكرني بيامات حلوة، بيامات فبراير، بيامات ليبيين أحرار شجعان. بليلة الجمعة، ليلة الجمعة إن احنا متفاهمين إن بنطلعوا أهالي تجورة وأهالي عرادة وأهالي سوق الجمعة وفشلوم، حنوصلوا لميدان الشهداء. مظاهرة سلمية بالروح بالدم نفديك يا بنغازي، بالروح بالدم نفديك يا ليبيا. عندما خرجنا من هذا المكان بعد صلاة الجمعة، خرجنا من هنا وقلنا إن شاء الله حنكمل المسيرة لميدان الشهداء، وحيطيع الطاغي يوم 25 يوم 25 فبراير. مثل هذا اليوم، هو ما كانش مثل هذا اليوم لكن التاريخ كان يوم الجمعة. ما هي الذكرى الأليمة الذكرى الأليمة عندما ذهبنا ومروننا بعرادة وتوار عرادة وتوار سوق الجمعة، عندما صمافروا بالحاج أمر بضرب الرصاص على المظاهرات، رصاص الحي، وغنمنا كلاشن وسيارة عسكرية منهم. عندما قالوا حتى المتظاهرين يخرجون بالسلاح، وهذا أمر غير صحيح، خرجنا مسيرة. وعندما أمر بضرب الرصاص فوق مبنى سوق العاشوري، وندكر أهالي سوق الجمعة وأولاد بالحاج الشهيد عبدالله بالحاج، وتذكرني بهذه المناسبة. عندما خرجنا من هذا المكان كان الجو ماهوش بالعامية نو، سقع نو. عندما فتح الشهيد فتح المصراتي، عندما قلت له نحي الكشبية اللي عليك، قال إن شاء الله بالك ربي يعطيني الشهادة غطوني بها، وحدد. والشهيد أنور والشهيد شعيب. ما اللي ما يميز هذه الذكرى عن سابقتها، وخاصة أن طرابلس تتعرض لهجوم من طاغي آخر؟ والله يتميز على مبدانا، مبدأ واحد، مبنى فبراير. عندما خرجوا أهالي تاجورة من أول يوم خرجوا، أخي الكريم بالروح بالدم نفديك يا بنغازي، نشوفوا في أخوتنا في الشرق إن ناضوا على الطاغية الزمرة اللي حكم 42 سنة. كنا مظاهرات سلمية، بالروح بالدم نفديك يا بنغازي. عندما وجانا بالغاز مسلي الدموع، وعندما وجانا بالرصاص الحي عند العاشوري، باي ما عندناش إمكانية، قامت بتفريقنا وانقذنا الجرحى. ومن هناك من شهداء، واليوم نحييهم الشهداء وشهداء أمهاتهم وجوزاتهم وأخواتهم بهذه الذكرى. نطالب أهالي ليبيا إن لا ينسوا هذه الذكرى، كانت الذكرى سلمية، وعندما وصلنا بميدان الشهداء توجهنا برصاص الحي. والله أكبر الله أكبر، وعاش ليبيا حرة. والله بالنسبة لذكرى 25 فبراير، بالنسبة لتجورة بالذات، طبعا احنا كنا من الأوائل اللي احنا ممكن ظهرنا على الظلم وعلى الغبن اللي كان موجود. طبعا كانت في البداية مظاهرة طبعا سلمية بالتأكيد، كنا يعني مجموعة يعني شباب تنادوا يعني يبوا التغيير، يبوا الحياة الكريمة، الحياة الأفضل. طبعا طلعوا مجموعة شباب وبدت يعني الأعداد تتزايد كل ما واحنا ماشيين لميدان الشهداء. فوجئنا في منطقة الحايس، طبعا صار فيه نوع من الرماية على الشباب المتظاهرين سلميين ماشيين طبعا بدون اي طبعا اي اجندة ولا اي سلاح ولا اي نوع من الانواع اللي احنا هم يعني يواجهونا به. سقطوا مجموعة من الشباب من تجورة، من سوق الجمعة، من الغرارات. الحقيقة يعني كانت يعني مظاهرة يعني لها اثر كبير على اهالي هذه المنطقة. فطبعا بالتاكيد احنا قعدنا نحيوا فيها الذكرى هذه لنا 9 سنوات، واحنا يعني الذكرى هذه نستنوا فيها يعني باليوم ذكرى يوم 25 فبراير. 25 فبراير طبعا تعلن لنا كثير احنا كشباب وك يعني في توار في تلك الفتره. والحمد لله يعني ان شاء الله يكونوا اللي سقطوا في هذه المجزره نعتبرها ان شاء الله يكونوا من الشهداء، ونتمنى لهم طبعا الرحمه، واحنا مش حننسوهم، وان شاء الله يعني ربي احنا نحقق لهم اللي احنا ظهروا من اجلهم. طبعا الشباب هذيا يعني كان حلمهم ان ممكن نكون ليبيا للافضل، ولكن الحقيقه احنا الان نشوف في ليبيا يعني صح يعني الثوره انتصرت طبعا، لكن نجاحها مازال ما تحققش الاهداف ما وصلنا لهاش. نتمنى ان احنا يعني نوصلوها خلال السنوات الجايه، وان شاء الله القادم يكون افضل بالنسبه لليبيا ان شاء الله.